بكل صراحة أنا كان أعتقد أن البقاء ديال عصام الشرعي فهو انتحار كروي، وكان خاف أن يتكرر السيناريو مثلا يقدروا يجروا عليه فواحد البيريود اللي حساسة بزاف. مجموعة ما كانش هناك استحسان من قبل الجماهير المغربية، محدود يعني بدون فكر تكتيكي. واش سينا مع بقاء المدرب عصام الشرعي كمدرب المنتخب الأولمبي ولا الرحيل ديالو؟ أولا السلام عليكم. طبعا أنا مع البقاء ديالو. علاش؟ لأنه قدر ناخذ معاه كاس افريقيا اقل من 23 سنه اللي كانت منظمه في المغرب. ثاني حاجه قدر ياهلنا الاولمبياد ديال باريس 2024، وبالتالي باقي عام ديال الخدمه. كنظن بانه المدرب الاوفر حظا باش اننا نوصلوا بعيد في النهائيات ديال الاولمبياد. علاش؟ حس لانه تعرف على اللاعبين، قضى معهم واحد الفتره اللي واخا ماشي طويله. نقدر نقول لك بان اول مباراه كانت في مارس الماضي، يعني ما عندوش بزاف ديال الخدمه في مارس اللي مع كوت ديفوار او مباراه ديال الاولمبيين. اربع شهور ديال الخدمه قدرنا ناخذ كاس افريقيا ديال اقل من 23 سنه، قدرنا نتاهلوا ديال الاولمبياد ديال باريس 2024. اذا الا جبنا شي مدرب حاليا كنظن بانه ظلم كبير في حق عصام الشرعي، وكنخاف ان يتكرر السيناريو مثلا ديال الفرق الكبرى مثلا بحال تشيلسي بحال بايرن ميونخ بحال عملت مع نيجلسمان، انهم قدروا يجروا عليه فواحد البيريود اللي حساسه بزاف وفقدوا اللقب ديال الدوري ديال الكاس وديال دوري الابطال. وتشيلسي كذلك مع توخيل جروا عليه فواحد المرحله اللي حساسه بزاف ما كاينش الوقت، وبالتالي باش تجي مدرب جديد ويبدا معاهم فتره جديده كنظن بان اللاعبين من الافضل يبقى معاهم مدرب حالي، رغم ان يعني كاين بزاف ديال الانتقادات خصوصا في المباراه ديال مالي، وخصوصا كثار في المباراه النهائيه بان مصر يعني تحصلوا على بطاقه حمراء في الدقائق الاولى. ورغم ذلك ما شفناش يعني شي اداء كبير، ما شفناش يعني واحد الطاقه واحد الحيويه ديال اللاعبين، واحد التكامل واحد التكاتف مع بعض اللاعبين البعض. وبالتالي كنظن مع ذلك بان او افضل مدرب اللي يقدر يعني يقود السفينه ديال الاولمبيين في اولمبياد باريس هو عصام الشرعي، وهذا هو الرأي ديالي. بكل صراحة أنا كنعتقد أن البقاء ديال عصام الشرعي فهو انتحار كروي غادي تقوم به الجميع ملي كيمرروا لكرة القدم، خصوصا أننا عايشنا هذا المدرب هذا وشفنا أنه محدود يعني بدون فكر تكتيكي. ولكن زعما باش نكونوا منصفين على أن هذا المدرب هذا جمع لنا واحد ليكيب واحد المنتخب في ظرف وجيز ما كانش عنده فترة الاستعدادات أنه يعرف اللاعبين، عكس المنتخبات الأخرى اللي كان عندهم واحد الوقت كبير أنه فين يقيم بعض المعسكرات التدريبيه اللي اختار بها اللعبه. لكن بكل صراحه زعما كيف ما قلت في البقاء ديالو فهو انتحار كروي، وما غيخليناش اننا نحقق واحد انجاز او لو واحد المشاركه متميزه في اولمبياد باريس، خصوصا عندنا ان منتخب حنا حجزنا الرتبه الرابعه في كاس العالم. يعني اننا خصنا نبانوا بواحد الوجه مشرف اكثر، خصوصا يكون عندنا مدرب بواحد الصرامه التكتيكيه بواحد التنافسيه بواحد القيمه، خصو يكون عنده واحد الشخصيه قويه ما بين اللاعبين. هادشي ربما ما لمسناش في عصام الشرعي، لكن كنتمنوا ان القجع يكون عنده ديري بهذه الامور، خصوصا هو ما غاديش يخفى عليه هذه الامور هذه داخل المنتخب. كنتمنوا يختارنا شي مدرب تكون عنده يعني وزن كبير داخل الكره المغربيه، وباش ملي نمشيو لاولمبياد باريس اننا نكونوا مخوفينش على المنتخب، خصوصا ان هذا المنتخب الاولمبي فهو الخلف ديال المنتخب الاول، خصوصا ان عديد من اللاعبين ديال المنتخب الاول فهما كبار في السن وغادي ربما غادي يتوقفوا على اللعب، وخصوصا خصنا نشوفوا الخلف ديالهم غيكون في اولمبي. مايمكنش هنا عندنا منتخب اولمبي وما عندوش مدرب ما عندوش كذا، ما غاديش نشوفوا بزاف ديال اللاعبين، خصوصا هنا الاشكال اللي كان وقع له، خصوصا حنا كنشوفوا التصريحات ديال بلال خنوس، التصريحات ديال الزلزولي كذلك. ربما كاينين شي حاجات في المنتخب الاولمبي ماشي هي هذيك. كنتمنوا اننا يكون خير ان شاء الله في اولمبياد باريس. بالنسبه للمدرب ديال المنتخب الاولمبي عصام الشرعي، المهم ادى المهمه ديالو على احسن ما يرام، ولكن اجمالا بان المستوى التقني ديال المباريات اللي خداهم مع المنتخب الوطني ما كانوش في المستوى اللائق اللي كيتمناه الجمهور المغربي. فعلا تاهلنا الالعاب الاولمبيه باريس 2024، ولكن على المستوى ديال الاداء داخل المجموعه ما كانش هناك استحسان من قبل الجماهير المغربيه. الهدف الاول ان المنتخب تاهل كما قلنا الاولمبياد، فزنا بكاس افريقيا
الجنسيه ديال اقل من 23 عام، ولكن المنتخب الوطني المغربي تانس ديك الفرجه، تانس ديك المتعه اللي جبرها مع المنتخب الاول في الدوحه مع وليد الركراكي. الاراء دابا منقسمه داخل المغرب حول البقاء ديال عصام الشرعي او الذهاب ديالو وتعويضه بمدرب اخر. عصام الشرعي البعض يقول بانه الرجل ما عندوش واحد تجربه كبيره على المستوى الاداره التقنيه داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والقياده ديالو المنتخب الاولمبي. الجامعه الان غادي تفكر يا اما غادي يواصل عصام الشرعي على الاداره ديال الفريق الاولمبي، اما غادي يكون تغيير. فالان الكره عند المكتب الجامعي برئاسه السي فوزي القجع، واش الرجل قادر انه ياخذ المنتخب الوطني في الالعاب الاولمبيه، وهي العاب اللي كينتظر منها الجميع ان المنتخب الوطني المغربي يبان بالوجه المشرف ديالو ان شاء الله ويحقق واحد النتيجه ايجابيه توصل المسار الجيد ديال كره القدم الوطنيه. شكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.